تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة. وقد عرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهاني وخالص تمنياته لهم بمفور الصحة والسعادة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات.